السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم. فتكلمنا عن المواد الغذائية التي تستهلك في فصل الشتاء، وهي المواد التي تسخن الجسم والتي تنفع الناس كثيرا في هذا الفصل البارد. لكن هناك مكونات غذائية ربما يجهل الناس طريقة استعمالها أو طريقة استهلاكها، أو ربما يتجاهلونها، وهي مهمة جدا في هذا الفصل البارد. ومن هذه المكونات الغذائية مجموعة البذرات، وهذه المجموعة البذرات تشمل حبوب الكتان والسمسم والحبة السوداء والحلبة والحب الرشاد واليانسون والشمرة، حبوب الكزبرة الكروية، كذلك حبوب الشيا. هذه المجموعة مهمة جدا لأنها تحتوي على الفيتوستروجين، والفيتوستروجين يسخن الجسم وينشط الدورة الدموية، وتحتوي على الفيتوستيرول، والفيتوستيرول يخفض الكوليسترول، وهذه المجموعة تحتوي على الجالاكتومانان، وهي ألياف غذائية تغذي البكتيريا الصديقة. هذه المجموعة تحفز الأنزيمات وتزيد في الامتصاص وترفع المناعة. فيستهلك حب رشاد مع الحليب بالنسبة للأطفال الآن لديهم أنف يسيل ولديهم كحة، فيغلى حب رشاد يغلى مع الحليب يعني قدر بسيط. فالنساء دائما يعني تسأل عن الكمية لأنها اعتادت برامج الطبخ وتعطيها هذه السيدة المقادير يعني جرام، لكن لماذا لا تسأل عن كمية الملح التي تضيفها للطعام؟ فشيء بسيط من حب رشاد يغلى مع الحليب يعطى للطفل. فلما كنا صغار فكنا نشرب حب رشاد مع الحليب، فهو يستهلك مع الحليب وهو جيد مع الحليب. يستهلك مع البركوكش، مع أبركوكش، هذه الوجبة الأمازيغية. يستهلك مع الهربل كذلك. يستهلك مع شوربة خضر، يستهلك مع حساء شعير، يستهلك مع حساء فول بصرة أو حساء البازيلاء، هذه جلبانة. يستهلك يعني مع حتى مع خبز، يعني يطحن مع توابل أخرى ومع أشياء أخرى ويعجن به الخبز. حب رشاد يجب أن يركز عليه الناس الآن في الفصل البارد، حب رشاد جيد في هذا الفصل. كذلك حبوب الكتان، يعني رقم واحد حب رشاد، رقم اثنين حبوب الكتان، كذلك تسخن الجسم. حبوب الكتان تستهلك مباشرة هكذا كحبوب، أو ربما تطحن وتستهلك مباشرة. لما تطحن يأخذ من الشخص ملعقة كبيرة، وربما ملعقتين كبيرتين في اليوم، جيد. بالنسبة للأطفال كذلك نصف ملعقة كبيرة للطفل في اليوم، وتضاف كذلك للخبز، وتضاف لشوربة خضر، وتضاف لحساء الشعير، وتضاف لحساء الفول، وتضاف حتى للحريرة، هذه حبوب الكتان يعني تضاف كذلك للخبز. فيعني هي النساء تضيف حبوب الكتان للخبز. سمسم كذلك ويستهلك مباشرة أو يضاف للخبز ويضاف لجميع الوجبات سمسم، والنساء يعني تضيف وتزوق به الحلويات هذا السمسم. لكن هذا السمسم كذلك مثله مثل حبوب الكتان، ويستهلك مع حبوب الكتان، وحبوب الكتان تستهلك مع حب رشاد كذلك. ثم الحبة السوداء كذلك تستهلك بقدر ضئيل بالنسبة للأطفال، والحبة السوداء من الأحسن أن تضاف للخبز، من الأحسن أن يعجن الخبز بالحبة السوداء فقط. يعني هناك كثير من الناس يخلطونها مع العسل يعطونها للطفل، لا نريد نحن خلطات، أن تكون هذه الأشياء مع النظام الغذائي. يعني بدأ الناس يجهلون هذه الأشياء لما بدأوا يستعملونها كأعشاب، لكن إذا استعملت مع المواد الغذائية فالناس يستهلكونها يوميا وليس فيها أي خطر. ويعني لا تبقوا تستمعوا لهؤلاء المضللين الذين يحذرونكم من حبوب الكتان والغدة الدرقية، وهذا الكذب والتضليل على يعني كذب على الناس وتضليل الناس. يعني هكذا تستعمل حبوب الكزبرة، تطحن وتضاف للخبز. حبوب الكزبرة تضاف للخبز، يعني يعجن الخبز بحبوب الكزبرة، وهي جيدة للذين لديهم سكري. فحبوب الكزبرة مع الخبز، حبوب الكزبرة تضاف للحريرة كهكذا كحبوب، أو ربما كذلك على شكل شاي تغلى وتشرب وتعطى للأطفال كذلك. وحبوب الكزبرة يعني هي تستعمل كتوابل وتضاف لجميع الوجبات، تضاف لحساء الشعير، تضاف في الخبز، تضاف كذلك لحساء الفول، تضاف لحساء البازيلاء أو جلبنة، تضاف مع شوربة خضر، يعني تضاف لجميع المأكولات. هذه حبوب الكزبرة أن ينتبه لها الناس، لأن كثير من الناس يتجاهلون حبوب الكزبرة. كذلك اليانسون والشمرة مع الخبز، يانسون والشمرة مع الخبز، يانسون والشمرة يشرب على شكل شاي، يانسون والشمرة كذلك يستعمل مع الحبوب الأخرى، مع الحب رشاد وكذلك مع حبوب الكتان.
هذه الأشياء هكذا كانت تستعمل، وتستعمل مع جميع الوجبات، جميع الوجبات. هذه الهربل وبركوكش تستعمل مع السيكوك، الحبرشاد مع السيكوك، مع الكوسكوس، يعني مع هذا الحساء. مع من قبل كانت وجبات كثيرة، يعني من قبل كانت وجبات كثيرة تستعمل مع هذه الحبوب، هذه فتيلة الشطبة وهذه الأشياء التي كانت من قبل. وحتى الخبز، الخبز يخبز بهذه الأشياء مطحونة، يعجن عجين الخبز يعجن بالحلبة وحب رشاد وحبوب الكتان، وكذلك هذه هذا السانوج، هذه الحبة السوداء كذلك. لكن أحسن استهلاك بالنسبة للسانوج لهذه الحبة السوداء هو الخبز، يعجن به الخبز. ثم مجموعة التوابل، توابل كذلك تنشط الدورة الدموية، وكذلك يعني هذه التوابل ترفع المناعة، توابل جيدة والتوابل الحارة، فهي تسخن الجسم، تعرق، وكذلك تنشط النظام الهرموني وتنشط الدورة الدموية. الذين لديهم مشكل في الدم، هذه الدي دايمرز مرتفعة والكوليسترول مرتفع وهذه الأشياء، فهذه التوابل الحارة وهذه المجموعة البذرات فهي مهمة جدا الآن لحالة الدم، لأن كثير من الناس مع هذا الوباء ومع هذه الأشياء الأخرى بعد الوباء، فكثير من الناس لديهم مشاكل على مستوى الدم، يعني حالة الدم. ركزوا على هذه المجموعة، مجموعة البذرات، وركزوا على التوابل الحارة، هي الزنجبيل، الخلنجان. والخلنجان كان يستهلك في المغرب بكثرة، يعني هذا الخدنجان في المغرب نسميه الخدنجان هكذا، الخلنجان، هذا زنجبيل والخلنجان، كذلك القرفة، القرفة كذلك تستهلك. وكذلك من قبل كانت النساء تضيف يعني 3 حبات أو 4 حبات من هذا الفلفل الأسود أو الفلفل الأبيض، الإبزار، كانت تضيفها مع القهوة، وكانت تضيفها حتى مع الحليب للأطفال، يعني حبتين مع الحليب، لأن هذا الفلفل الأسود وفلفل الأبيض هو يسخن الجسم ويعرق. فلفل أحمر كذلك يستهلك، فلفل أخضر حار كذلك، هذه الشطة كذلك يستهلك. وهناك أشياء أخرى مثل الكبار، مع الأسف استهلاك القبار في المغرب، نحن أكبر بلد منتج ولا نستهلك القبار. القبار يجفف ويطحن، القبار يجفف ويطحن مرتين، ويستعمل يعني مع التوابل، يستعمل في جميع الأطباق هذا القبار، لكن نحن في المغرب نسميه الكبار. هذا القبار مع الأسف الشديد يخلل، يخمر، ثم يصدر، والمغاربة لا يعرفونه. ولدينا يعني منطقتين كبيرتين للكبار، هذه منطقة تيسا ومنطقة أسفية، منطقة عبدة، يعني هذه مناطق يعني الإنتاج يعني قوي من لهذا الكبار. الكبار مهم جدا في هذا الفصل، هذا القبار، لأنه يسخن الجسم، ولأن فيه الكاريوفيلين وهو مهم جدا، وهو يعمل مع الكركم، هو يعمل مع الكركم، الكبار يعمل مع الكركم، هو يقوي الكركم. يعني هناك من يقول أن الفلفل الأسود مع الكركم هذا الإبزار، لا، الكبار أقوى من الإبزار مع الكركم. هناك من قرأوا، الناس قرأوا بعض الأشياء على النت، لكن نحن لدينا معلوماتنا ولدينا أبحاثنا كذلك. لماذا؟ لأن البيبرين، هذه الموجودة في الفلفل الأسود والفلفل الأبيض، هي تنشط الكركمين، لكن الكاريوفيلين الموجود في هذا وينشط كذلك هذه الكركمين أحسن، ويعمل حتى مع يعني هذا النبات آخر لكن لا يوجد في المغرب مع الأسف، يضاف، هو يضاف للجيعة في المغرب، يضاف للجوع، يستورد ويضاف للجيعة. فهذا نبات الجنجل. فهذه التوابل مهمة جدا، كذلك الزعفران، الزعفران يشرب الآن. ويعني هناك مجموعة الأعشاب، هناك التوابل الحارة، وهناك البذرات، مجموعة البذرات، وهناك الأعشاب التي تشرب، الشيبة أو الشويلة تكلمنا عنها، تغلى في الحليب وتعطى للأطفال، أطفال عندهم أنفيسيل وعندهم كحة وعندهم سعال. هذه الشيبة كما الرعشة، لما تكون رعشة في الطفل يشرب يعني هذا الشيبة، تغلى مع الحليب تعطى للطفل، وحتى تغلى مع الماء وتعطى للطفل، لما لا؟ كذلك هذا الصنوبر، أوراق الصنوبر، لا نقول إبر صنوبر في اللغة العربية، نقول أوراق صنوبر، ها؟ لأن هذه مترجمة نيدلز، هذا البين، بين بالأنجليزية، هو اسمه بالإنجليزية بين، وبين هي الإبرة، ها؟ ولذلك ترجموا إبر صنوبر، لأن ما أرى إبر صنوبر يعني ها، ليس لدينا لغة، يعني نتكلم ترجمة، يعني أصبحنا نأخذ ترجمة، سبحان الله. يعني أوراق صنوبر هي على شكل إبر، نعم، لكن لا نقول إبر صنوبر، نقول أوراق صنوبر. أن يعني العشابة الآن كيبيعوها، وبعض الأخوات كاتبين في الجروبات يعني هكذا، سبحان الله. فهذه الصنوبر يشرب الآن،
يعني هو الشيبة الصنوبر، كذلك الزعتر والبردقوش، وكذا إكليل الجبل، إكليل الجبل كذلك يشرب. هذه أشياء مهمة، ثلاث مجموعات الأعشاب التي تشرب، وهذه التوابل الحارة، وكذلك هذه مجموعة البذرات. هذه الأشياء التي لا ينتبه لها الناس وربما يتجاهلونها، ثم طريقة استعمالها. فالزنجبيل يشرب على شكل شاي، ويشرب مع الشاي، ويضاف للأغذية، يضاف للحريرة، يضاف لشربة الخضر، يضاف لجميع الأشياء، ويضاف مع التوابل ومع البذرات. زنجبيل يعمل مع حبر شاي، والزنجبيل يعمل مع الكركم هذا، والزنجبيل يعمل كذلك مع أوراق صنوبر، والزنجبيل يعمل مع الشاي الأخضر، والزنجبيل يعمل مع الخلنجان، والزنجبيل يعمل مع القرفة، والزنجبيل يعمل مع الكركم. هذه الأشياء إما تشرب على شكل شاي، وإما تضاف إلى الأكل، فهو مهم جدا. هذه الثلاث مجموعات أن يركز عليها الناس، هذه الثلاث مجموعات مهمة جدا للأمراض الجرثومية، الأمراض التعفنية، أمراض الفيروسية والبكتيريات الأشياء. هذه الثلاث مجموعات مهمة جدا، يعني أقولها 70 مرة. كذلك مهمة للمناعة والأشخاص الذين يتابعون علاجات، أشخاص الذين يتابعون علاجات الأمراض المناعية الذاتية والسرطانات والأشياء هذه، فيجب أن يركزوا على هذه الثلاث مجموعات، طبعا مع النظام الغذائي. نحن لا نتكلم عن المواد الغذائية، لأننا في هذه الحلقة نتكلم عن الأشياء التي ربما يجهل الناس طريقة استعمالها، أو يتخوفون منها، يعني ولا يعرفون كيف يتصرفون مع هذه الأشياء. فهكذا هذه الثقافة يجب أن تعود للناس، ويعني هذه الأشياء لا تستعملها يعني كأعشاب وكخلطات، أن تبقى مع النظام الغذائي لكي يستهلكها الناس يوميا، ولكي تدخل ضمن يعني النظام الغذائي، تكون أشياء يومية. يعني لماذا يشرب الناس الشاي يوميا؟ الناس يشربون قهوة أو شاي يوميا، اعتادوا الشاي. لماذا لا يشربون زنجبيل يوميا؟ لماذا لا يشربون هذا الليمون الحامض يوميا؟ الشراب الحامض يوميا، لماذا لا يشربون هذه الأشياء يوميا؟ وهذا هو المشكل. ثم يعني هذا حب الرشاد يعمل مع الثوم كذلك، حب الرشاد مع الثوم هائل بالنسبة للأشخاص الذين لديهم رعشة وكحة في هذا الفصل البارد. الثوم أو الكرات كذلك، الكرات كذلك في المغرب نسميه البور، ما أعرفش من أين أتى هذا الاسم. هذا الكرات كذلك يعمل مع الحب الرشاد هذه. وفي الأخير، كان من قبل كانت لدينا ثقافة، وكان لدينا يعني أشياء قوية، لكن مع برامج الطبخ الآن النساء تأخذ قلم وورقة وتستمع لهذه السيدة وتقول المقادير 15 مكون، سكر أبيض وخمارة ولباني وأضيفي هذا وهذا وهذا. إلعنوا هؤلاء البرامج، إلعنوا هذه البرامج التي خربت ثقافتكم الغذائية. كان شيء في المغرب نسميه المساخن، أظن أن في فلسطين كذلك معروف هذا الاسم، لكن في فلسطين المساخن تعني دجاج بري بالبصل والتوابل وزيت الزيتون. احنا في المغرب هذه المساخن، وكذلك خليط راس الحانوت. خليط راس الحانوت هذه يعني في المغرب، هذه حبوب الهيل في المغرب نسميها هذه قعقلة، هذه جيدة الآن تستهلك الآن. هذه حب الهيل يستهلك الآن في هذا الفصل، حب الهيل يستهلك الآن، لأنه من الحبوب القوية التي تسخن الجسم، الناس يستهلكونها مع القهوة يعني في فصل الصيف. فكان من قبل يعني مصطلح المساخن، وكان مصطلح راس الحانوت. راس الحانوت معروف في البلدان المغاربية، معروف في تونس والجزائر والمغرب. راس الحانوت هو خليط من التوابل. النساء كانت تعرف يعني لما نقول راس الحانوت، تعرف التوابل، هذه التوابل الخمسة أو الستة اللي تتكون في راس الحانوت. الآن النساء لا تعرف راس الحانوت، تسمع راس الحانوت. النساء كانت تهيئ راس الحانوت هي بنفسها، سنتكلم عنه. وكذلك كان عندنا مفهوم المساخن. انظروا الذين لم يدرسوا علم التغذية ولم يذهبوا إلى الجامعات، وهذه كلمة المساخن تتحدى جميع جامعات العالم في علم التغذية وعلم الأغذية. هذا المصطلح وهذه الوجبة التي كانت في المغرب كذلك، يعني في البلدان العربية، نسميها المساخن. مساخن هو كانت النساء تجمع، سنتكلم عنها بالتفصيل لنفسر للناس العلوم الحق الحقيقية، العلوم الحقيقية التي درسها الناس في مدرسة الطبيعة بذكائهم. هذا المساخن هو خليط من البذرات. الآن النساء تتخوف من هذه المجموعات وكيف نستهلكها. انظروا النساء كانت تخلط هذه التوابل الحارة ومع البذرات
ومع أشياء أخرى مثل عدس وبصل وأشياء، ثم هذا الخليط يكون وجبة كانت تستعمله مع دجاج بري. انظروا، يعني انظروا القوة والنخوة، ويعني وعلم الأغذية، يستعمل مع دجاج بري، وكان غالبا يستعمل هذا مرتين ثلاثة أربعة خمسة في السنة. وكانت النساء تستعمل هذه الوجبة جماعة، كانت النساء تجتمع وتأكل هذه الوجبة. يعني كانت ربما، يعني في الوقت كانت خاصة بالنساء، تقريبا خاصة بالنساء. هذه تسمى المساخن، وكانت تسمى العرقة. العرقة هي التعرق، نساء تأخذ هذه الوجبة لتتعرق. وكانت هذه الوجبة خاصة بالمرأة لما يتأخر عندها الحمل، لما يتأخر الحمل. انظروا العلوم، الذين درسوا العلم وليس نحن. لماذا؟ لأن هذا المساخن، هذه الخليط، هو قنبلة فيتوستروجينية. بدون أن تأخذ هذه حبوب منع الحمل هذه تسرع الحمل، هذه تأخذ هرمونات كيماوية فيتو هذو، يعني هذه بروجستوجينات. هذه مفهوم المساخن، هذا كان قنبلة فيتوستروجينية، وكان يساعد النساء التي يكون لديها تأخر في الحمل. كان الإنسان يجد الحل بنفسه، والحل القوي الطبيعي وليس فيه أي خطر. هذا يعني إن نفع فهو ينفع، إن لم ينفع فهو لا يضر. هذا شيء مهم جدا، وسنعود لهذا الخلطة المساخن، سنعود لنبين للناس يعني قوة الثقافة الغذائية التي كانت من قبل. وهذا المزيج الذي كان عندنا في المغرب، المزيج، فهو يعني 70 80% هو طبخ أمازيغي، هي وجبات أمازيغية 70%. 30% يعني امتزجت طبعا بهذا الفن العربي، فن الطبخ العربي كذلك. يعني وكذلك لما رجع المسلمون من الأندلس، يعني وكان هناك ليس في المغرب ووهران، يعني في المغرب وامتدت حتى الجزائر وحتى تونس، يعني هذه الثقافة، يعني الثقافة الأمازيغية العربية الأندلسية. ولذلك هذه المنطقة كان يضرب بها المثل في الأمراض القلب والشرايين، لم تكن هناك أمراض القلب والشرايين. ومن ثم جاء النظام الميديتيريني، هذا النظام المتوسطي الذي نسبوه لإيطاليا وإسبانيا وجنوب فرنسا، هو نظام مغاربي بامتياز، هذا النظام المتوسطي. لماذا؟ لأن لم تكن هناك أمراض القلب والشرايين عند الأمازيغ، لم تكن معروفة الأمراض عند الأمازيغ، لأنهم كانوا يستعملون أدويتهم في تغذيتهم، كانت أدويتهم في تغذيتهم بذكائهم وبحدسهم فقط، هكذا. وسنعود لهذه الثقافة إن شاء الله. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.